حارس المرمى، حارس المرمى الطريق كده بيشاور له، هيسند على احمد هشام، والله محمد ياسر بيعدي كده فوق لجلال الله، جلال الله اللي بيعدي كده، جلال الله محمد ياسر، محمد ياسر ماشي، محمد ياسر لسه ما بدأناش، واحدة كده الشباب، أحمد هشام مع محمد ياسر ورامي التماس لصالح كريم لتعفيف، لسه كده في نص الملعب تطلع محمد ياسر، سعيد 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 صالح على سعيد، سعيد ماشي، سعيد محمد ياسر، ياسر ياسر وعايز الوضع كده في أحمد هشام ورامي التماس، محمد ياسر لعيب شباب شايف جزمة كده واقف النهارده في احتياطه هيبص فيها تغيير بقى هيكو تغيير عبد المجدي وما عبد بقى عبد المجدي لعيب كبير عبد الحسابه تروح ليوسف عبد تاني عبد المجدي مش عبده ضغط عليه سامع عارفين ان عبد المجدي خطر ويوسف بتطلع كده تروح لعبها في نص الملعب وبقى سامع محمد ياسر محمد ياسر يغير على بوش المخرج ربيع كده وبتطلع ربيع كده سعيد في نص الملعب بتعفيف بتعفيف بيرجع بقى لعصام التاريخ بيهد عصام كده وطلعوا على يرفع يوسف حلوة يا يوسف بتطلع من يوسف كده بتطلع رامي التماس لمدعى فيه عصام تاريخ عصام غريزة ابراهيم ولكن يوسف مش مد ابراهيم فرص ضغط من فريق مدعى فيه ودفاع من دول طبع لسه الموبايل كده ما خدتناش وتبدا تتابع كده وتطلع رامي التماس فريق تاني طلع احمد هشام ابراهيم 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 محمد ياسر طارق لعيب كبير طارق لعيب كبير يا جماعه وصفقه جايه يلا طارق يلا طارق يلا طارق يلا طارق طارق ماشي طارق طارق لعيب طارق عطاها كده لعيب كبير بشكل لعيب كويس عامل ياسر بقى متابع المباراه مع الخطوط كابتن ياسر عبد الحميد لعيب كبير برضه الكابتن محمد ياسر ابراهيم بيعدي لسامح سامح بيغير الناحيه الثانيه لعصام عصام عصام مش عصام عصام اه مهمة سعيد ولكن محمد ياسر طارق بقى محمد ياسر ضغط عليه هيرجع كده ليوسف يوسف اي حاجة ترجع لعصام تاني عصام عصام يلم عصام عصام ماشي عصام ويلعبها كده تخبط في عبد المجد وبيسيبها كده عصام وتطلع رامي التماس لعصام بريزة في نص الملعب عصام عصام الكورة مش بالسن يا كابتن سيد الكورة في الدماغ ابراهيم محمد ياسر سعيد 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 واحده بسن الجرمه كده محمد ياسر بيطلع تاني ترجع كده حارس المرمى اللي بيقف هيلعب على سامح ولا ايه؟ حارس المرمى حارس المرمى لعب على سامح سامح ده رابع قوي سامح لعب على عصام عصام لعيب كبير وجبه جامده عبد المجد عبد سامح بقى على خطوره عبد المجد مش معناها كوره طارق كده بيرميها النهارده شويه طارق بيعدي الفرقه وترجع كده عبد المجد ارجع ليه يوسف يوسف لعبده عايز يلعبها بالكعب جاي طارق ولكن تطلع تطلع رامي التماس لصالح ميت عفيف لسه كده رامي التماس صالح ميت عفيف تروح بقى لحارس المرمى على كوره ولا ليه؟ ايه احمد هشام؟ هشام خطر؟ هشام احمد هشام لاعب كويس ولكن عبد المجد برافو عامل مباراه كده دفاعيه هجوميه على اعلى مستوى كفر مروان بقى في انتظار هذا اللقاء كل جماهير الكف في انتظار هذا اللقاء ماشي ربيع ربيع ماشي والله شوفه جامده من ربيع وتيجي جنب الخان كان معاك حكم على اعلى مستوى كابتن تامر كاكا بيدي تحذير كده ليه عبد المجيد ما بيعرفش يلعب الكوره يقطع ياسر برافو ياسر ولكن سعيد كده ما يصدش يهزر مع ياسر بقى يقول عصام 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 بقى تاريخ يا جدعان ولعيب كبير والكوره عمرها ما كانت بالسن مش يوسف 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 رجعت لا جاب الله جاب الله اللي بيهدي ده جاب الله لعيب كوره يا جماعه وحارس كبير جاب الله اللي بيهدي سنه كده على عبد مجدي عبده 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 رجع لمحمد ياسر تاني بيهدي محمد ياسر هيزيد على طول ولا ايه؟ لسه المباراة في وقتي وهتروح
المرمى، طلع حارس المرمى بابا عصام وقع السيف لكرة الكاب. ربيع يا جماعة لعيب كبير، ما يقولكش ان هو مش لابس كذا. سامح 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 ايه لما احمد هشام، احمد هشام عايز يصف تروح لاداء كامل يشوط كده من نص الملعب. ربيع ده خد الحماس كده شوط جامد تانية من نص الملعب. يلا الكابتن احمد سعيد بيقول له ده احسن هدف في البطولة. وعصام عصام ولم كده في طارق 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 وسامح في العبد مجدي. وعبد مجدي كده واحدة من نص الملعب. ولا يا جماعة طبعا لولا وراها علي الصبر وربع براحة بقى فين كابتن مالك خليل بكر. طارق طارق مالك مالك طارق لعبها فهمنا كده ورمي التماس مروان مالك. روح كده احمد هشام، احمد هشام لعيب كبير، احمد هشام طويله. ولكن محمد ياسر ترابي، محمد ياسر يا جماعه ليه بيفاهم كوره. ماشي طارق 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 ماشي طارق وشوفنا جامده تيجي خرافيه. ولا كفايه يا كابتن سيد من فريق كل متابع اللي جاي يكسر على النادي النهارده. مش عصام عصام عايز يلعب ابوش رجله ليش عيونه برافو ده هلا استماته بقى اشوف بقى روح واستماته من فريق كوم الدب. ماشي 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 سامح صح ماشي لعبها ليه سعيود سعيود عز احمد هشام سعيود وشوف جامد ولكن حصل من عبد الملك بن السنة. روح حارس المرمى بيرجعها سامح تاني سامح سعيود 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 برافو يوسف عامل تاكلم كده من نص الملعب. روحوا تاني التماس شوف بقى روح قتاليه ودفاعيه من فريق كوم الضبع. استماته وعماز واقف كده وعصام عصام عصام لسه عصام على التنفيذ سند على احمد هشام برافو عبد مجدي اللي حققت صد مكان من محمد ياسر عبد مجدي يوسف وماشي عصام 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 لكن عبد مجدي في كل حته في الملعب. ليه طارق لعيب كبير طارق خلي عينكوا عليه ماشي طارق 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 ياخد كده احمد هشام سعيد برافو جبله لعيبه جبله طلع جبله واحده كده من تحت من جنب القائم بالظبط طلع عليها جبله كده وطلعها ضربه ركنيه لسامح فريق بيت عفيف. كابتن تامر فاكر يهد كده وحاسب ضربه ركنيه نتيجه 1-0 لسامح فريق كره الضبع. انا جاي كده خد وضع الطاير ولكن محمد ياسر البطوله بقى وقافل سعيد سعيد اللي بيلعب الطلبات الثابته سعيد هيسد على سامح ولا سعيد ولا خبط فين محمد ياسر سعيد تاني سعيد لعصام عصام عصام بكابر احمد هشام برافو يوسف اضع كده الطاير لعيب كبير طبعا يا جماعه خليكم عليه صفقه كويسه يا كابتن انتظر بس لاعبين طارق لعيب كبير وعبد مجدي عبد عبد مجدي عبد عبد ولكن معاك الطريق طريق يا سلام غريزه لما كده سعيد برافو طارق عامل تاكل كده لما التماس لسامح فريق كوم الضبع. محمد ياسر محمد ياسر رجع لجبله مطلع واحده دلوقتي من تحت الثلاث خشبات ما تطلعش بعد كده فعلا سعيد تاني سعيد يا محمد ياسر هتصد كاري هتصد مامي كوره ده سعيد 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 لعيب كبير يا جماعه سعيد سعيد مش سعيد سعيد ماشي سعيد هيلعب احمد هشام يا ابراهيم 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 سعيد ابراهيم تاني احمد هشام يا راجل حرام عليك حرام عليك يا سعيد واحده كده والتانيه والله ماتش سخن ماتش ماشي على سبع ساكن كابتن سيد سعيد وكابتن كامل حسني متمتعين بالماتش صح يا كابتن كامل مباراه على اعلى مستوى وطارق لعيب تاني روح لعبد مجدي عبد مجدي ليه يوسف يوسف هو مغمض ليه جاب الله جاب الله ليه يوسف تاني عاملين بركه يوسف يوسف وجاب الله يا عم ياسر عبد مجدي معاهم تاني وربيع معاهم تاني وطارق سامع لما التماس لصالح قام الطب يوسف يوسف على التنفيذ يوسف يوسف يا يوسف رجع كده لجاب الله جاب
والله يزيد على ياسر ولا ايه؟ والله هيلعبها طويله وعاليه في نص الملعب. ما توقعهاش طالع كده وتطول تروح لحارس المرمى. روح يا حسام، حسام كده سابع حارس المرمى، كرة عالية ولكن يوسف ومحمد ياسر وعبد المجيد عاملين حارس صد على اعلى مستوى. نتيجة 1-0 لكل الطب. ماشي احمد هشام، احمد هشام، احمد هشام لعيب كبير، احمد هشام، احمد هشام، برافو ربيع كده اللاجئ دخل، ربيع اللي بيلعب بالنار، ربيع سعيد، برافو محمد ياس، سعيد تاني، سعيد 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 سعيد، تروح لاحمد هشام مديك الفرصه تعمل التركه، بس حسام 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 تروح لسعيد سعيد سعيد سعيد، يلا وعايز يغمزها كده وتيجي جنب القاع. فرقة كويسة عليك بتحفيف وهي كل الطبع بتقدم لك كده 1-0 على المباراة جامدة. وهي جاب الله كده اللي بيهدي، جاب الله يساند على ربيع، ربيع ربيع بيرجع تاني محمد ياسر، محمد ياسر يوسف، مش ياسر يوسف بيرجع تاني بيهدي ليه محمد ياسر وطويلة كان طويل بايم عايز يسر كده احمد هشام، احمد هشام، احمد هشام يا مهمة كده لبايم وتطلع تروح لسامح، سامح سعيد يا جمال، سعيد ولكن جاب الله حارس مرمى كبير، لعبها طويله وعاليه لعبها تاني ولكن احنا في الشباب بنحجز عليها وناخد عين التماس، لعبها كده اللي هي حارس المرمى، حارس المرمى لعبها اللاعب الثاني اللي هي ابراهيم، ابراهيم ده سامح جماهير بقى يا كابتن سيد، جماهير مستمتعه وعجبها اللقاء بروح رياضيه بين الفريقين، عصام برافو يوسف عامل بقى كويسه، عبد المجد بيرجع على جاب الله وجاب الله بيرجع بقى طارق ولكن قطع سعيد تروح لعصام، عصام عايز يغمزها كده ما تروحش لابراهيم، ربيع ربيع اللي بيلم وسط ثلاثه، ربيع ربيع لعيب واقع وعامل كده سعيد كان عبد عامل خطه كده في جنبه ولكن قام قام سعيد ماشي عايز يلعب عصام ولكن برافو يوسف عامل مباراه جامده يوسف حتى الان ابراهيم بقى معاه كده وكابتن تامر بتاعك مدي فاول ليوسف نص ملعب نتيجه ما زالت 1-0 لصالح كل الطب بعد الرباعي كده طالعه وعالية قدر يلف قصه وخد عطار كده في الزاويه البعيده هدف من اعلى اهداف البطوله نتيجه ما زالت 1-0 لصالح كل الطب حتى الان مباراه كويسه اخلاق وتحكيم وكوره كل الجماهير مستمتعه بيها ومفيش مناوشات فرقتين كبار كابتن حسام بريزه تاريخ لمع التعريف ومحمد ياسر وجزره وكل الطاقم شايف يوسف كده في اصابه ولا ايه؟ يوسف يوسف جماهير كده تطمن على يوسف كابتن سعد بيطمن عليه شوف كده هيقدر يكمل ولو في حاجه يا كابتن سامح يا ريت تنزل جزر يوسف يوسف بيجربه كده بيجربه بيجرب يوسف كده في حاجه يا يوسف بيجرب يوسف بيجرب يوسف كده كويس خلاص الحمد لله سليم يا يوسف يوسف لعيب كبير واقدر اتحمل معلش قال لك اكمل لقاء طارق 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 لعيب كبير طارق طارق يوسف يوسف تروح لا سعيد 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 احمد هشام محمد ياسر عامل مباراه كبير محمد ياسر عامل كبيره وجاب الله برافو جاب الله ماسك كده وهو بيطمن جمهوره طالع على طارق طارق لعيب كبير طارق ماشي طارق 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 اللعيبه يا طارق والله فاجئتونا بطارق لعيب كبير ومهاري وتحس كده مع كنت في نص الملعب برافو ماشي حسام حسام ماشي التاريخ بقى ماشي حسام حسام ابراهيم ابراهيم لحسام حسام عايز يعمل عبد المجد كده يضغط عليه عبد المجد ولكن رمي التماس لصالح كرام الدفع ربيع ربيع سامح محمد ياسر رمي التماس سامح محمد ياسر محمد ياسر رجع لي جبل جبل الله هيسند على يوسف 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 اللي عامل بقى كويس حتى الان طلعوا علي عبد المجدي
عبد المجدي مش عبده صار ربيع استنى كده ربيع ويقطع سعيوت وتروح لا يا عصام مش عصام 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 احمد الشام احمد الشام عايز يلم ياسر كده ولكن ياسر عامل مباراه قتاليه جامد احمد الشام لا يا عصام تاني عصام بريزا كبير يا جماعه تاريخ معدي كده معدي 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 وبيلم كده يلعب بالعرض سعيوت 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 ما كانش موفق الماتش اللي فات سعيوت ولكن خدها التاريخ من ناحيه الشمال وحطها بره ارض سعيوت في غفله كده من دفاع كوم الطبع سعيوت بقى اللي ما كانش موفق الماتش اللي فات احرز هدف التعادل اصبحت النتيجه 1-1 لسه بقى لسه في كتير يا جماعه ويلعبها كده يوسف لا جاب الله جاب الله جاب الله طويله وابراهيم بقى اللي بيقطع بكده يسيبها ضربة مرمى ضربة مرمى صالح فريق متعفيف اصبحت النتيجة 1-1 ربيع كده خطفنا خطف الناس هدف اول كده في بداية الشوط الاول وتعادل تعادل يا سعيود اللي معاه الكورة ده سعيود لعيب كبير بعد ما خدها التاريخ كده عصام الناحية التانية عملها بالشمال بالعرض قابلها سعيود بقى هاتها من الشبك شكرا كابتن تام ونور الوندية تروح الناحية التانية جاية ضد الدكتور أحمد طبعا محمد ياسر بيربطها وتطلع محمد ياسر بيهد بقى لم التماس لياسر ياسر طلع عالية وسامع وإبراهيم طلع إبراهيم لم التماس صالح عبده 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 أيوة مع طارق والله عبد المجدي محمد ياسر بقى قوية جدا وتيجي ظهر إبراهيم بقى شوطة جامدة شايف إصابة لإبراهيم كده إن شاء الله يكون سليم. محمد ياسر شوطة جامدة والله لو عدت إبراهيم شوطة قوية جدا ولكن تيجي ظهر إبراهيم كده وتطلع رمية تماس كرة مزالت 1-1 سجاير كده بين الفرقتين طبعا كريم الكوري بقى كابتن كريم بقى قاعد متابع كابتن سيد بيقول لك هل باريس على سكتي ولا كوم الباب على سكتي كريم بيقول لك لو عصام جه على سكتي مش كل مره هحط عليه كابتن كريم الكومي ولكن المباراه لسه 1-1 ماشي كوم الباب برافو عبد المجدي قاطع يا جماعه طالع عامل كده الواجب الدفاع بتاعه هجمه مرتده احمد الشام عايز يلعبها لعصام ولكن عبد المجدي قاطع كده مغطي الدنيا وضربه رجليه عصام 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 وتهبط في ربيع وتطلع تاني ضربه رجليه مره تانيه من نفس المكان ضربه رجليه عصام 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 وتهبط مره ثالثه مره ثالثه عصام بص عصام 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 عايز يعلقها بقى كابتن تامر بيحذر بقى لعيبه عصام 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 وسهل كده برافو محمد ياسر تهبط كده طلع محمد ياسر رمي التماس مره ثانيه لصالح حميد عفيف في نص الملعب نتيجه 1-1 وبرافو يوسف تهبط يوسف كده وتطلع رمي التماس رمي التماس كل كوره لحميد عفيف بيلعبها عصام فاول ضربه حره اي حاجه رمي التماس عصام بيسند بقى على ابراهيم وتوني سعيود اللحظه ده ابراهيم رمى عصام شوطه جامده كده في العرض المباراه بقى ماشيه سجان ولسه ما شفناش حاجه بعد الهدفين ربيع ربيع ماشي ربيع بيسند لاحمد الشام احمد الشام احمد هشام خطر ولمسه يد محمد 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 ياسر كابتن ابراهيم كده بيعلق على المباراه عصام ضربه حره مباشره عصام هل عصام هيحطها واحده من هنا ولا هيسند على سعيد محرز الهدف عصام 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 حطها واحدة ولا هيسند وعايز يسند احمد الشام هو محمد ياسر
احمد هشام طاهر، احمد هشام لعيب كبير، احمد هشام، احمد هشام عايز يحطها لسامح، برافو يوسف، عمرو جنة، عبد المجدي، عبد المجدي بقى شوطتهم لعبد كده، ابراهيم، ابراهيم لعصام عايز يلعبها كده، ولكن قطع سعيود بيبدل بقى مع احمد هشام، عايز يلعبها لعصام تاني، عصام اي حاجه كده، محمد ياسر طارق، طارق استمتع بيه نفس صفقة محمد رويل اللي جاب له شيخ شيخه، بقول لك طارق ما يفرقش عن محمد رويل حاجه، بس الشيخ جاب له محمد رويل النهارده احرز هدفين وهدف علامه كده كريم بغدادي، شاف الكون كده يوقف ماما في ربيع ده، ربيع واحده واحده ولا عبد مجدي، ربيع ربيع تطلع رمي التماس جامدة كده، تيجي في وش رجل عصام وتطلع رمي التماس لصالح كوم الضرب، محمد ياسر، محمد ياسر كابتن شيكو معقول الجماهير في مركز الظهور، وحاول فرقة مناقلة وحاول البلد، لا يا كابتن شيكو، كابتن شيكو معقول الجماهير طلعوها عالية وسامح بقى، شوف عامل سبرنت فوق محمد ياسر، تروح لأحمد هشام، أنا هشام، روح محمد ياسر، برافو عامل بقى جنبك، سامح اللي بيطلع وتركة محمد ياسر تاني، وروح في نص الملعب، والحكم بيبص في ساعة الكورة